أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذه الآية غيرت حياتي كلها، خلتني أصبر على الأذى وعامل الناس بإحسان وكده، الحمد لله. والحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم، لما جاءه رجل قال يا رسول الله إن لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي وأعطيهم ويمنعوني، قال إن كنت كذلك فإنما تسفهم المل، الرماد الحار يعني، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. الله، ده الآية والحديث غيروا حياتي بالكامل. عالم عالم يعني أكثر من أثر فيكم ابن تيمية رحمه الله، حي درستم عنده الشيخ الألباني طبعا رحمه الله، تأثر في موقف معين يعني أثر طبعا فيكم طبعا. ممكن نسمع، أنا ذهبت إلى الشيخ الألباني رحمه الله عليه محبا للحديث، ورجعت من عنده محبا للسنة. وهناك فرق بين الحديث والسنة. الحديث قد يكون مبتدع محدث، مثلا زي بعض العلماء المعاصرين من المغاربة والكلام ده، مثلا الشيخ ابن الوسطي. نعم، المنهج الوسطي يعني بس يكمل الفكرة شيخ، ماشي يعني وصل فهم صحيح، أفهم صحيح، هذا لا يقول لا يمكنه أحد، لكن في وسطي يعني مسك العظيم من النص، ما تعرفش ما يحدد لك ماذا يريد. لا أنا مش كده، المنهج الوسطي اللي تقصده مش كده. أنا الحمد لله سلفي ظاهر السلفية متمسك بها، سلفية القرون الأولى الذي كان عليه الصحابة والتابعون، الصحابة خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذا هو مذهب مذهب القرون الثلاثة الأولى. حتى في السلوك يعني مذهب الصحابة من أسهل المذاهب فقه وسلوكا وحياة الصحابة، يعني حياته كلها طيبة. فأنا يعني الإمام أحمد بن حنبل ده طبعا مؤثر فيه جدا جدا. شيخ أنت تحدثنا عن الفرق بين الحديث والسنة. نعم، تعلمت السنة. نعم، الفرق بين الحديث، الحديث قد يكون مبتدعا محدثا. نعم. أما السنة فداء التمسك بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، غير الحديث. الحديث صنع علم آلة زي النحو والصرف وصول الفقه والكلام، علم آلة جامد، سنة عمل واتباع بالضبط. إنما السنة لا، السنة مختلفة. نعم، أين وصل الشيخ ناصر الدين الألباني خلف شخصا بعده في إمامة الحديث؟ يعني أكيد أكيد ما مناسب كثيرون في العالم الإسلامي في حياته، في حياة الشيخ. هل أوصى لأحد بأن يكون وريثه في العلم؟ لا، ما أعتقد. هو سئل يعني في بعض الناس أشاعوا عني أنني قلت هذا، لكن ما قلت هذا، هذا كذب علي ما قلته. لكن الشيخ سئل بعد ما أشاع هذا القول، هل أنت قلت أن أبا إسحاق خليفتك؟ قال ما قلت هذا، ولكن أرجو أن يكون صحيحا. ده كلام الشيخ نصا. من تظنه خليفة يعني من العلماء؟ في طبعا في العالم الإسلامي أفاضل، زي مثلا في السعودية زي أخونا ياسر فتحي، وإن كان غير معروف بالنسبة لطلب الناس لأنه منجمع على نفسه ولو موسوعة في أبي داود. الشيخ سعد الحميد، الشيخ مساعد الراشد، الشيخ باسم الجابرة في الأردن، الشيخ مشهور في الأردن، في مصر الشيخ طارق عوض الله، في أمريكا الآن معبد عبد الكريم. نعم، الشيخ معبد عبد الكريم أحمد. نعم، أحمد معبد عبد الكريم في مصر. نعم، وطارق عوض الله في مصر أيضا، والله يرحمه الشيخ محمد عمرو توفي. نعم، كان أحد الأساطين الكبار. شيخنا آخر سؤال، احنا قلنا
حديث وآية وعالم تأثرتم به صح؟ موقف أثر فيكم؟ إيه موقف يعني؟ موقف يعني أثر فيكم إيجابياً. حادثة وقعت لكم فأثرت فيكم إيجاباً. أثرتم بها غيرت يعني. حصل شيء رأيتم شيء. وأنتم تطلبون العلم يعني في مسيرتكم في طلب العلم. إلى أن يظهر ذلك شوفنا إذا سمحتم من دون حرج علاقتكم بالشيخ القرضاوي رحمه الله. طيبة. طيب الحمد لله. الحمد لله. أنا كنت أزوره. وكان يزورك. وكان يزورك. أعز كتاب تعتز به خدمة وبحثا وتحقيقا وتدقيقا لكم. لي؟ إيه. هو لم يخرج بعد. مستخرج أبي عوانة. أيوه. هيطلع 35 مجلد. ما شاء الله ما شاء الله. أعمل فيه من 15 سنة. الله. الشيخ لو ترجم الجوانة كان في 100 وتجهزته في مجلدات وأنت تعمل عليه. جمع الجوانة؟ نعم على سيوطي. أين وصل؟ جمع الجوانة بكل أسف. أنا يعني لي قصة مع جمع الجوانة. لما حصلت على المخطوطة. مخطوط الأقوال. نعم. في أقوال وأفعال. نعم. الأقوال 30,000 حديث. نعم. فبان لي لأنني نظرت إلى الكم اللي خرجته في حياتي طلع 18,000 حديث ما شاء الله اللي أنا اشتغلت في حياتي كلها فجمع الجوامع الحروف كما تعلم. نعم. فقلت طيب ما أنا ممكن أشتغل جمع الجوامع شغلي كله أفرغه في جمع الجوامع الحروف. نعم. ده كانت البداية. فأغراني هذا إن أنا أجهز المجلدات اللي هكتب فيها. نعم. فليته 100 مجلد. نعم. 30,000 حديث كل حديث بورقة 30,000 ورقة 30,000 صفحة يعني فحصلتهم 100 مجلد. اشتريت ورقة وجلدت. نعم. وابتديت أشتغل. عارف الألف لوحده 28,000 حديث عارف الألف فقط 28,000 حديث فبدأت أشتغل فيه لكني يعني وجدت أن عمري مش هيكفي اشتغلت حرف الألف فقط وكملت الناقص ثم توقفت قلت هذا المشف نبي الأعمار وفي من يساعدك في شيخ من يساعدك في قلت أنا لا أنا لا أحد يساعدني لا لا في قراءة مخطوط ولا في عمل إطلاقا أعمل بيدي وأنا بنفسي الآن شكات بطبعي فيما تعلق بالمخطوط لا تثق في غيرك لا أسمح لغيري نعم. أن يكتب حرفا نعم. لا أسمح لغيري ديانة نعم. ديانة وأنفة نعم. حقيقة لكن عملي اللي أنا يعني تعتز به اللي أنا استثمر فيه عمري مستخرج أبي عوانة هو 16 مجلد في الأصل لكن عملت عليه مشاريع أول مشروع الإبانة في وصل معلقات أبي عوانة ما شاء الله. كل حاجة أبو عوانة ما لم يسندها يقول رواه فلان فلان أخرجه وأبين الدرجة بتاعته وأتتبع الطرق المشروع الثاني الصيانة لرواة أبي عوانة المزي كما تعلمون له كتاب تهذيب الكمال نعم. رتبت أبي عوانة على طريق التهذيب الكمال ما شاء الله الراوي شيوخ تلاميذ على حروف الهجاء وموضع رواية كل راوي نعم. أكيد تحقيق بشار كان له فضل كبير في المساعدة بشار عواد لا أنا مال بشار يعني وضعوه لتراجم التهذيب والتحقيق بشار في التهذيب كمان نعم صح أنا أقول مشروعي في أبي عوان الصيانة في رواة أبي عوان 9 مجلدات مستقلين هذول مستقلين لوحدهم مشاريع مستقلة المشروع الثالث طرح البهرج بأطراف المستخرج رتبته على تحفة الأشراف زي تحفة الأشراف المزي في أبي عوان ما زال معنا المزي طبعا المزي كان نسيجة واحدة زي المزي فرتبت أبي عوان على الأطراف على طريقة المزي نعم 9 مجلدات ما شاء الله كمان 9 و9 18 وأبو عوان
16 مجلد وفارس أبي عوانة كمان والكامل. المهم تم المشروع في 35 مجلد. جاهز كله. جاهز. أنا الآن أعمل في براجع الإبانة. أنا في النهاردة وركنت بشتغل قبل الظهر في المجلد 13. أعانكم الله. 13. أعانكم. فاضل 14-15-16 أنا كتبتهم بس صفيت وبرجع الصف. كنت راجع قبل الظهر شيخنا. الشيخ أبو إسحاق كم يقرأ ساعة في اليوم بين قراءة وتحقيق و... الآن؟ أي في قبل أو الآن نوازن يعني. قبل كنت تقريبا 20 ساعة في اليوم. الله أكبر. لا أخرج من المكتب إلا للصلاة فقط. الله أكبر. أو للدروس أو لخطب الجمعة والكلام ده فقط. الآن بعدما حل بي ما حل بحمد الله عز وجل شفاكم الله. 15 ساعة شفاكم. لا أقول لماذا اخترت أبو عوانة بالذات رغم أن الكتب كثيرة الحديث. والله أبو عوانة جاء يعني بتقدير الله صدفة. وقع لي الجزء الأول من أبي عوانة من نسخة مخطوط مخطوط. فيعني قلت طب أين بقية أبي عوانة؟ بحثت في مكتبات العالم لحد ما حصلت أبي عوانة 7 مجلدات ناقص. طبعا ناقص كتاب الجنائز مش موجود في كل المخطوطات. كتاب الجنائز وجزء من كتاب الحج النسخة المصرية فقط اللي احتفظ بكتاب الحج الأولها ناقص لا أدري كم ورقة اللي ناقص. فالذي أغراني بيابع عوانة المجلد الأول يعني لما وقع لي أغراني فبحثت عنه في مكتبات العالم حتى حصلت كل المخطوطات التي قدرت على الوصول إليها. فقلت أبو عوانة ده مستغرى على صحيح مسلم. وبعدين أبو عوانة يعني الآن في المخطوطات يقارب 15,000 حديث ما شاء الله. المخطوطات الموجودة الآن 15,000 حديث هو أكثر من كده. وأبو عوانة متخدم يعني يشارك مسلم في بعض شيوخنا كما لا يخفى عليكم. شيخ مجد لي سؤال يعني علمي الآن بعد هذا العمر في الشغال بالحديث أكيد كانت مطبات وكانت مراجعات في حياتك أكيد. الآن بما تنصح طالب العلم كسلم إذا أردت أن ترشد طالب العلم في علم الحديث طلب الحديث فبماذا ترشده كسلم من أين يبدأ وإلى أين ينتهي؟ الأول عايز أقول تجربتي. أنا وأنا شباب كنت جريئا كنت جريئا بعد ما كبرت صرت جبان. أنا الآن جبان أخاف جدا جدا من الحديث. علم علم بقيت أخاف منه جدا يعني الحديث يأخذ مني وقت طويل وبعدين أبقى محتار ماذا أفعل. السر في هذا شيخنا. نعم السر سبب السر في لما لا, لا لا لما فهمت معنى علم الحديث. علم الحديث علم ذكر لا يصلح له إلا الرجال. وأنا لست الرجل. غفر الله لك. غفر الله لك. أنا لست برجل. غفر الله لك. شيخنا والله أنا أخاف والله أنا رحت وأخاف. شيخ نختمها الدعاء. نقول سلم الشيخ. سلم أول ما بدأت بكتاب الدكتور محمود طحان. نعم. تيسير علم الحديث. تيسير علم الحديث. نعم. ده عرفني على علم الحديث وكتبه. نعم. ابتديت بعديه بكتاب ابن كثير. نعم. اختصار علوم الحديث. ثم تدريب الراوي. ثم فتح المغيث للسخاوي. وبعدين جبت بقيه الكتب يعني المقنع لابن الملقن والكتب البسيطه دي. ثم كتاب الكفايه في علوم الروايه. ما شاء الله هذا كتاب يعني روحي. وكتب الخطيب عموما كتب هايله جدا جدا في علم الحديث لا سيما من الكتاب الذي لفت نظري بشده جامع؟ لا الرحله لا مش رحله لا ولا تدريب مش الخطيب يعني الخطيب فقيه لا مش عارف اسمه على اداب طالب جامع الرحله في طالب الحديث لا اداب الرحله في طالب الحديث لا ولا تاريخ المفيد لا لا لا
الجامع شوي ولا لو الجامع لو ايه في اللي هو ما بين الراويين عن شيخ واحد كتاب راح من مفترق مش مفترق لا لا مش مفترق اللي هو ما بين الراويين عن شيخ يعني ما بين الراويين راوي وراوي بينهم 80 سنة وأدركوا شيخا واحد أيوة. حد يفتي فكرني ما أعرفش ضاع من دماغ الآن الآن لو في إيدي على طول سبحان الله خلي كمل فهذا كتاب لفت نظري نعم لأن العلماء لو راوي بين راوي وراوي 20 سنة يحكموا بالانقطاع صحيح ده ما بين راوي وراوي 80 سنة وروع عن شيخ واحد وجيب له سنة متصل السابق واللاحق أين حسن بارك الله السابق واللاحق في تباعد ما بين الراويين عن شيخ واحد سبحان الله السابق واللاحق هذا كتاب آية الله مع صغر حجمه مجيليد لكنه آية حقيقة خطيب أنا كلف به وبكل مصنفات الخطيب طيب شيخ أوصينا يا شيخ ثم بعده لا بعده ما فيه طيب شيخنا الممارسة شيخنا أوصي الممارسة أهم شيء نعم أهم شيء يعني الممارسة بعد ما تعلمت ابتديت أطبق أجيب الأسانيد الأسانيد عشان يعني مشكلة المحدثين الفقيه قد يتعلم من 5 كتب ويبقى فقيه أصولي 5 كتب 6 كتب المحدث لا يمكن ما هو الفرق بين الفقيه والمحدث واللغة والكلام أن المحدث رأس ماله موزع في مئات الألوف من الكتب ضربة رأس مال المحدث الإسناد نعم أين الإسناد في مئات الألوف من الكتب إسناد واحد يغير شغله كله يعني بعد ما اشتغل شغلي كله على الحديث إسناد واحد غيره ليه؟ طلع فيه مخالفة بعد ما جيت الأسانيد كلها لقيت سفيان الثوري خالف 5 وكان الراجح الولد سفيان إسناد واحد غير عملي كله فالحقيقة يعني المحدث يعني أنا لماذا صرت جبانا لهذا قد يكون في إسناد ما مش غايب عني فيه العلم وأنا لا أدري شيخ طيب فبيت بخاف الشيخ الشريف العوني ينكر أن يكون هناك خلاف بين البخاري ومسلم في قضية ثبوت اللقاء مختلف آسف شريف الشيخ العوني له كتاب إجماع المحدثين العنوان غلط العنوان غلط فضلا عن المضمون إجماع المحدثين أبدا إجماع المحدثين إنما يكون على رأي البخاري مش على رأي مسلم المتأخرون رجحوا رأي مسلم إنما المتقدمون على رأي البخاري صحيح. البخاري وعلي بن مديني وأحمد معين وأحمد حنبل وأبو حاتم الرازي أبو زهر الرازي كل دول على رأي البخاري شيخنا سؤال أخير رأيك بالنسبة لحملة مسلم على من ينكر لا ليست على البخاري من على من؟ على رجل مشهور في عصره لكن ليس البخاري معقول لا نعرفه ولا يعرفه أحد؟ لا من المتقدمين ولا من المتأخرين لم يصرح مسلم لم يصرح لكن حمل على البخاري حمل على البخاري لكن وحمل على المديني أيضا مسلم معظم للبخاري مش ممكن نقول لسوء رويته وسوء طويته مش ممكن الذي تحت إليه من يكون لكن أنا أرجح نعم. أنه رجل في عصره يجري على نفس مذهب البخاري لعله علي بن مدين تعرف علي بن مدين يعني كان شديدا في شرطه الذي هذبه البخاري صحيح البخاري هذب الشرط لكن هو رجل في اعتقادي أنا هو رجل في عصره ينتحر رأي البخاري
لكن لم يصرح مسلم به لجلالته. نعم. ما اعتقدش البخاري ابدا. نعم. شيخنا اوسع. بعيد 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 جدا. شيخنا. نعم. جزاكم الله خير على سيدنا الرائع. نصيحه وامنيتك. اجمع بين نصيحتنا وامنيتك انت. امنيتي ان اموت مسلما. لا اله الا الله. ان شاء الله نختم النصيحه. بما توصينا شيخنا؟ توصينا النصيحه. نصيحه؟ نعم. قواعد التربية، قواعد السلفية ثلاثة. قواعد الدعوة السلفية ثلاثة: قرآن، سنة، تزكية. ويزكيهم. التزكية بالقرآن والسنة. بس ده الشيخ يحتاج مشايخ يعلم الناس القرآن والسنة. وكل للأسف المشايخ النهارده في العالم الإسلامي ينقرضون. صحيح. المشايخ المتبوعون قلة جدا جدا جدا. فاتباع القرآن والسنة مع فهم السلف